وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحب معي في ضيف حلقتي الأكثر تميزا الدكتور زهير الكيلاني. بداية مساء الخير دكتور زهير. أهلا مساء النور. أهلا وسهلا. دكتور زهير حضرتك مستشار طب الأطفال وأخصائي الأمراض السارية والمعدية. نعم. بداية بنحب نفوت أكثر بالتفاصيل نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر عن بداية مشوارك العملي كيف بلشت وعن الدراسة أيضا. دراستي كانت في إسبانيا بالسبعينات. أنهيت دراستي بالـ77-78 ورجعت على الوطن على أساس أنه نخدم الوطن. وأحسن شيء وجدته أني أدخل الخدمات الطبية. 78 دخلت الخدمات واخترت تخصص الأطفال كوني أني أنا بحب الأطفال وهم بنات الوطن يعني فهمت علي. فدخلت التخصص وخدمت فترة طويلة في الخدمات. خلال الفترة هاي الخدمات الطبية بعثتنا دورات وتخصصات وعملت تريننج في الأمراض السارية والمعدية ضمن تخصص الأطفال في بريطانيا بالـ89. رجعت ضليتني الـ2006 في الخدمات وبعديها طلبت التقاعد أنا أني أطلع. وفتحت عيادتي بجبل عمان مجمع السخاء شارع الخالدي. دكتور فوت أكثر بالتفاصيل نعرف السادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدمها بالعيادة آلية العمل كيف تتم عندك؟ آلية العمل إحنا بنستقبل الأطفال من سن يوم حديثي الولادة لغاية سن 14 عام. طبعا بداية حياة الطفل بحاجة لبرنامج مطاعيم احنا بنقدمها كاملة. مطاعيم حديثة، مطاعيم مطورة، مطاعيم حديثة وهالأمراض اللي موجودة واللي هي كومن في بلادنا. بعض أمراض بتكون إلها سيزن معينة وبعض أطفال بعض أمراض بتكون على مدار السنة. بنشوف كل أنواع الأمراض اللي موجودة وإذا بحاجة لأي تحويل ممكن أن نحولها. أنا شخصيا بحول الخدمة الطبية لأن الخدمة الطبية فيها كل التخصصات السب سبيشاليتيز في الأطفال. نعم بالتأكيد. دكتور الآن نتحدث عن الأمراض السارية والمعدية ماذا تقصد بها يعني؟ يا أمراض السارية والمعدية هي الرشوحات والالتهابات والشغلات يعني أي التهابات أي رشوحات زي الإنفلونزا زي التهاب الأمعاء الفيروسي زي الالتهابات الرئوية التهابات الجيوب التهابات اللوز هاي الأمراض السارية والمعدية. دكتور زهير من وجهة نظرك كيف ترى تطور قطاع طب الأطفال؟ ما حقيقة يعني احنا في الأردن خاصة وبحكي الطب عامة والأطفال خاصة عندنا نقل نوعية في 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 الطب بشكل عام. أنا لا أحكي على الأطفال بالطب بشكل عام يعني كل التخصصات والسب سبيشاليتيز اللي موجودة في الدنيا كلها موجودة عندنا في الأردن. شبابنا بيطلعوا لبرا بيروحوا على بلاد أوروبا بيجيبوا التخصصات هاي السب سبيشاليتيز وبيرجعوا وعندنا كفاءات عالية جدا جدا جدا. يعني ثروتنا هو جزء من الثروة جزء من الثروة اللي عندنا اللي هي الثروة الطبية. احنا يعني مركز سياحة طبي هون في شارع الخالدي يعني من جميع البلدان العربية بيجوا مرضى وبنشافوا سواء كان أطفال أو غير أطفال. دكتور زهير الآن نتحدث عن الإقبال عن ثقة الأهالي كيف قدرت تحتاز عليها أيضا تفضل. يعني هي حقيقة يعني هي الثقة نص العلاج فضروري أنه يكون في ثقة بين الطبيب وبين المريض وأهل المريض بالخبرة وبالعمر وبالمسيرة هذه كلياتها بتيجي شوي شوي. احنا عندنا جاليات كبيرة
هون. نعم. جاليات معظمها عربية وحتى في عنا جاليات أجنبية زي روسية بيشوفهم الدكتور طارق زميلنا لأنه بيحكي كمان اللغة الروسية بيتواصلوا معنا من A to Z من عمر يوم لغاية عمر 14 سنة، وهدول معظمهم بيكونوا يعني ولادات مستشفى فرح، مستشفى لا. فرح الصرح العظيم، فهمت علي؟ أنا ما بروح إلا على مستشفى فرح حاليا في هالعمر هذا، يعني ما بروح إلا على مستشفى فرح وما بدخل إلا في مستشفى فرح، يعني بروح على المستشفيات التانية. لما طلع الواحد من الجيش كان يروح على معظم المستشفيات، بس حاليا هسا كونه قريب وكونه لزقنا، فهمت علي؟ فبروح على مستشفى فرح. نعم بالتأكيد. دكتور زهير، أي مشروع اللي ما يمر بمشاكل معوقات؟ الآن نتحدث عن مشاكل المعوقات، تفضل. يعني هي المشاكل عادة في بدايات المسيرة دائما بتكون للأطباء الجونيورز، الأطباء الحديثين، لما يطلع الواحد بيلاقي صعوبات في كم المرضى، في نوعية المرضى، بس هذه الصعوبات يعني بتزول شوي 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 بالخبرة وبطولة البال كمان، يعني وبالوضع المادي اللي بيعانوا منه في البلد. يعني النوعيات اللي بتيجي على العيادة هاي معظمها، فهمت علي، طبقة وسطى وأعلى. نعم. فالطبقة اللي ما دون الوسطى عادة في عندهم المراكز الصحية وفي عندهم وزارة الصحة. نعم بالتأكيد. نعم. دكتور زهير، الآن من خلال خبرتك في الحياة العلمية والعملية ومن خلال عملك والباع الطويل ما شاء الله في هذا المجال، نسمع منك كلمة للخريجين الجدد في نفس المجال وأيضا لزملائك في نفس الاختصاص، تفضل. يعني أنا اللي بطلبه منهم، وعنا أصلا هنا في العيادة لما انتقلنا على العيادة الجديدة في عندي اثنين جونيورز بيداوموا معنا من حوالي شهر في العيادة الحديثة هاي، إنه يطولوا بالهم مع المريض، مع أهل المريض، ويثابروا ويسعوا، والبدايات دائما بدها جهد وبدها مثابرة وبدها ركض. لا. بدها ركض لأنه ما شاء الله إحنا عدد الأطباء في الأردن في أرقام مذهلة، واللي بده يبني حاله لازم يكون عنده طولة بال، لازم يكون عنده بعد نظر، لازم يكون عنده معاملة خاصة، ولازم يكون عنده صبر على أساس أنه بالنهاية أنه يصل لطموحاته اللي هو بتمناها. بالتأكيد. نعم، والخبرة أهم إشي دكتور زهير. بالتأكيد. دكتور زهير، الآن نتحدث عن نعمة الأمن والأمان، مثل ما بتعرف الأردن بتمتع نعمة الأمن والأمان الحمد لله رب العالمين عن باقي الدول، مثل ما بحكوا لك الأردن حديقة داخل حريقة. إيش بتعني لك هاي نعمة دكتور زهير؟ يعني إحنا النعمة اللي إحنا عايشين فيها وقليل من الناس بيحسوا فيها. نعم. ما بيحسوا فيها في يعني قليل من الناس بيحسوا فيها، يقول الأمن والأمان اللي إحنا فيه. يعني إذا الواحد بتطلع على كل البلدان المحيطة اللي حوالينا، فهمت علي، يعني الوضع مش مريح، مش مريح، ما في أمن وما في أمان. وحتى من الناحية الصحية، يعني الهجرة العكسية، هاي السوريين، إخواننا السوريين اللي إجوا لهون ما عندهم برنامج وطني بالنسبة للمطاعيم، ففي خوف يعني على 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 أولادنا، على أساس إنه بدك تعملي لهم تنشيط في دورات منتظمة بالنسبة للمطاعيم، لأنه الناس اللي إجت من برا مش مطعمة، فهذا هو. نعم بالتأكيد. الله يديم علينا هالنعمة دكتور زهير، وإحنا طبعا نتمنى السلام لجميع الدول العربية. الحمد لله. والله يديم علينا هالنعمة دكتور زهير. لو حالفك الحظ التقيت بجلالة الملك، ومثل ما نعرف الملك عبد الله قريب من الشعب، إيش بتحكي له؟ بحكي له الله يعطيك العافية جلالة سيدنا، وإحنا الحمد لله في أمن وأمان، واللي بنطلبه إنه الدعم الصحي
دعم الصحي لوزارة الصحة، على أساس يكون في عنا برنامج مطاعيم شامل كامل. مش كل المطاعيم موجودة في وزارة الصحة، هي حقيقة. في مطاعيم بتنقص، وبجهود الوزارة ومن فترة طويلة بيحاولوا أنهم يدخلوا مطعوم. ففي مطاعيم لغاية الآن غير موجودة، فبضطروا الأهالي على أساس أنه يروحوا على عيادات خاصة. بناء مستشفيات أطفال، احنا مستشفى الأطفال الوحيد اللي موجود في الأردن هو مستشفى الملك إيرانيا، واللي افتتح في 2010. فبلد كالأردن بسمعتها الطبية المتميزة، خلينا نحكي، بحاجة انه يكون في عنا عدد مستشفيات أطفال أكثر. والسبب انه 50% من الشعب الأردني، 50% منه أعمارهم دون سن 16 سنة. نعم بالتأكيد. بشكر دكتور زهير. دكتور زهير، نهاية اللقاء بنحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع العيادة. تفضل. العيادة شارع أبو فراس الحمداني، قريب جدا على مستشفى فرح، عمارة البسمة مقابل عمارة البيروني أو صيدلية البيروني. عمارة البسمة عمارة ضخمة حديثة، فيها 130 عيادة هاي العمارة، وإحنا في الطابق السادس. نعم. بشكرك دكتور. أرقام الهاتف صفة تذر على شاشة عند الزميل محمد الخادي. بشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، الله يخليك. وفي نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل شكر العرفان للدكتور زهير أديب الكيلاني على تواصل دعم لهذا البرنامج. بشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلين، الله يعطيك العافية. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. من الشمس السمرة، من التراب الغالي، من ارض الهيبة جبينك مهيا. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة.